يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو في اجتماعات الجمعية 135 بعد 100، وذلك للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر انعقادها من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري، وذلك بمدينة جنيف السويسرية. وتأتي مشاركة الوفد في أعمال الجمعية للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف لتؤكد أهمية تمثيل مملكة البحرين والسلطة التشريعية في المحافل الدولية والإقليمية بصفتها أحد الأعضاء الفاعلين في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية. وللحديث أكثر حول هذه المشاركة معنا سعادة الدكتورة سوسن تقوي، عضو مجلس النواب والمشاركة حاليا في هذه الاجتماعات. بداية مساء الخير وبعد التحية، إذا الوفد البرلماني البحريني يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، ما هي سعادة النائب أبرز الملفات التي سيتم طرحها في هذه الاجتماعات؟ مساء الخير أخ صالح. مثل ما تعرفون بيقوم وفد الشعب البرلمانية بالمشاركة بمجموعة من الاجتماعات التنسيقية للبرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء للتعاون الخليجي والعربي والإسلامي، بالإضافة إلى حضور اجتماع منتدى البرلمانيات ومشروع حرية المرأة في المشاركة في العمليات السياسية، والاجتماعات بلجنة حقوق الإنسان والتركيز على موضوعات وملفات هامة. من ضمن هاي الملفات اللي أحب أذكرها لكم عرض ومناقشة البند الطارئ لدور البرلمانات في محاربة التهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين، دور البرلمانات في منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، المساهمة البرلمانية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي للمرأة كقائدة للتنمية. أيضا هناك مناقشة عامة حول احترام القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى دور البرلمانات في التصدي لأنشطة الصناديق الانتهازية. وأيضا هناك عدد من اللقاءات والاجتماعات الجانبية اللي على هامش أعمال الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي. نعم، لنتعمق أكثر في هذه التفاصيل سعادة الدكتورة، الدوافع التي دعت البحرين للمشاركة في هذه الاجتماعات البرلمانية؟ للأمانة مثل ما كل المتابعين للعمل البرلماني ولأعمال الشعب البرلماني يعرفون أن هذه المشاركة لوفد الشعب البرلمانية في اجتماعات وأعمال الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف اللي مثل ما تفضلت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الأخ جمال فخرو، ويشكل الوفد البرلماني الممثل في مملكة البحرين من دور يعني فعال في اجتماعات ولجان الاتحادات البرلمان الدولي المختلفة، مثل يعني كوني أنا عضوة في اللجنة الأولى، وعندنا الأستاذة جميلة الدكتورة جميلة السماك عضوة في اللجنة الحقوق الإنسان. وطبعا بحسب ما أكد عليه سعادة الأخ أحمد الملا رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية في كلمته خلال افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس اللي تفضل صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه بافتتاحه منذ أيام، أكد خلال كلمته على أهمية تمثيل مملكة البحرين والسلطة التشريعية بشكل خاص في المحافل الدولية والإقليمية، وهاي الاهتمام بإبراز الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد علاقاتنا الدولية والدبلوماسية المشتركة مع برلمانات دول العالم. وطبعا هالأمر بكل صراحة يعزز من نحن المسؤولية والأمانة الوطنية كأعضاء في الوفد وكأعضاء سلطة تشريعية، خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية اللي تمر فيها المنطقة. وصار دورنا أعتقد أهم وأقوى في عرض الحقائق والردود ونرد على كل الادعاءات اللي تبين وجهات النظر الموضوعية والدقيقة، سواء إن كان للبرلمانيين الأعضاء المشاركين في اجتماعات وللرأي العام الدولي، وأيضا إبراز الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين في المجالات في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك. يعني هذا أنا أعتقد هذا الأهم دور اللي إحنا لابد أن نبرزه في هذه المرحلة. نعم، كل التوفيق سعادة النائب الدكتورة سوسن تقوي، وشكرا جزيلا لك.